ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أظهر شريط فيديو تداولته صفحة مواقع التواصل الاجتماعي لحظة القبض على 3 شبان قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية والتوجه للسباحة في الشاطئ مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث قام رجال الأمن بتوبيخهم واقتيادهم إلى سيارة الشرطة من أجل تقديمهم أمام وكيل الملك بسبب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية. زكريا حوايج دري فينا صافي الله جابوهم لك صافي لا ما شافوك لا الله. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي. اطلع هو يجيبوا الحوايج.